دزير الفراولة الصحية، معايا فراولة قطع صغيرة وسكر دايت وفانيليا. دي أول خطوة في الحلو، في النوع الصنف الحلو ده. يبقى أنا ونشوف الشيف سيد هيعمل إيه. فراولة مقطعة قطع صغيرة وسكر دايت باودر اللي هو المادة العلمية بتاعته اسمه سكرالوز وفانيليا. طيب بعد كده هبتدي أحضر الجزء الثاني من الصنف الحلو بتاعي. هيكون معايا حليب خالي الدسم، ولو حد نباتي أو صايم مش هياخد حليب خالي الدسم، ممكن نستعين بحليب الجوز الهند أو حليب اللوز أو حليب الصويا. طبعا السعرات ممكن تكون أعلى شوية لكنه غني جدا بالقيمة الغذائية. يبقى حليب خالي الدسم أو حليب جوز الهند أو حليب الصويا، ومعايا كمان سكر دايت وفانيليا وبيضة ممكن نستغنى عنها برضو لو احنا نعمله نباتي، وثلاث معالق كبيرة من النشا.